الناس اللي عملت السينما اللي احنا نحبها، يوسف شاهين في قلوبنا. يوسف شاهين هذا المهرجان ساهم بطريقة كبيرة، وهذا كلامه هو، في أنه يعرف ويعرف في كامل العالم بما في ذلك في مصر. فأنا سعيد بها، سعيد بهذا الفيلم، وسعيد بكم انتوما، وإن شاء الله مشاهدة طيبة، ويعطيكم الصحة. سيد نجيب، احنا بنشكرك، وانا بشكر كل الحاضرين، وبشكر الجمهور التونسي الذواق اللي الجو بتاعه بجد انا بعشق اراءه في السينما، وفي تذوقه للفن السينمائي، وتذوقه للموسيقى والدراما. بشكركم جدا جدا، بشكر ايام كارتاج، ودايما معاكم، ودايما لسه الاغاني ممكنه. تحية كبيرة للفنانة ليلى علوي. لكن علي صوتك يا استاذ طارق. عايز اقول حاجه للاستاذ، انا بشكر محمد من كل ما باجي تونس بيجي لي احسن تجربه، ان هو عارف ان انا صغيره وعارف زمامتي الله يرحمها، فدايما يجيب لي الشوكولاته، وان عارف جاب لي الشوكولاته عشان انا مسافره بكره، فبقول لك راه كلمه كلمه، رجع رجع رجع، خدم فوق، رجع كيما كنت، خدم مخدوم. لا تستنى بعدين،